مع أبرز الأعمدة من صحف الخرطوم التي صدرت صباح هذا اليوم. نبدأ من صحيفة التيار ونقف مع شمائل النور مع العصب السابع الذي أتى اليوم بعنوان المعايير. تبدأ الشمائل زاويتها بالقول: ساعات طويلة قضتها مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة ردود أفعال التعديل الوزاري الذي قضى بخروج 7 وزراء، وردود الأفعال لم تكن متعلقة بمعايير تقييم الأداء التي يبدو أنها غير متاحة كي يعترف أو يتعرف عليها الرأي العام. تضيف الكاتبة: كانت كل ردود الأفعال عبارة عن معركة وزيري وزيرك على حد وصفها، ويبدو بوضوح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قصد أن يقضي التعديل الوزاري بخروج وزيري المالية والصحة كي يجعل الملعب في حالة تعادل بين الأنصار والشيوعيين. ترى شمائل أن الوزير الوحيد الذي أثار إعفاؤه جدلا واسعا هو وزير الصحة، الذي بلغ الحال بمناصريه أن يصفوا هذا الإعفاء باعتباره تراجعا للثورة، وأنه مؤامرة ضد أكرم وضد تيار ثوري واسع. التعديل الوزاري أمر عادي ينبغي أن يتحول إلى مجرد خبر عادي، لأن الطبيعي هو التغيير أو التعديل، لكن لأن التعديل الوزاري في السودان ارتبط تماما بالأزمات والصراع السياسي فينال نصيب الأسد من التداول والجدل هذا، وتتحول إثر ذلك مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمعارك والتنافس والكيد السياسي. تذكر أيضا شمائل المخلوع حينما اشتدت عليه الأزمات أوعز للرأي العام أن المشكلة في الوزراء، فاجتهد اجتهادا ظاهرا في تبديل الوجوه وربما بلغ رقما قياسيا في التعديلات الوزارية خلال الفترة الأخيرة، ثم جعل الوزارات ساحة للمحصصات الحزبية والطرديات والموازنات القبلية. تواصل شمائل: صحيح قد يكون أحد الوزراء فشل في إدارة ملفات الوزارة الموكلة إليه، وقد يكون حقق نجاحا أزعج سيستم التنظيم القائم على التفشيل، لكن على الدوام كانت النتيجة ما قادت إليه النهاية المعلومة. الآن هذا هو أول تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية، والأسباب المعلنة لخروج 7 وزراء التقييم الذي لم يتعرف عليه أحد، كما أن رئيس الوزراء ربط التعديل الوزاري برغبة الشارع ومطالبه في مليونية 30 مليون، ولكن الشارع لم يحدد أسماء وليس معنيا بأسماء، بل إن هناك أسماء وزراء طالب الشارع علنا بإعفائهم قبل مليونية لكن ما زالوا محتفظين بمواقعهم. هو الأمر الذي جعل السؤال عن معايير التقييم ملحاحا. تختتم شمائل بالقول: غياب البرلمان يساعد كثيرا على التعمية وتغطية المعلومات وحجبها، فالبرلمان له الحق في استدعاء الوزراء ومساءلتهم، وهو الأمر الذي يجعل أداء الوزير متاحا للعامة ومتروكا لتقييم الشارع، والبرلمان بإمكانه استدعاء رئيس الوزراء نفسه ومن ثم تقييم أدائه.